كل عام وأنتم بخير. هذه الكلمة لابد أن نقولها لرجالنا المرابطين في جميع النقاط من أجل أمننا وسلامتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك كل عام. علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. إحنا أجي نقول لكم عيد مبارك، ولكن نشعر بعزة وكرامة بوجودكم رغم كونكم سايبين أهلكم وناسكم في العيد. نعم نعم نعم، إحنا هنا مرابطين ناس في الجبهات وناس يأمنونا داخل المدينة، والحمد لله كل شيء بصحة وأمان إن شاء الله. موجودكم إن شاء الله، إحنا الحمد لله كل شيء على ما يرام. أهني الشعب اليمني بأكمله ورئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي حفظه الله، ونهني الشعب اليمني بأنواعه بالأطياف، وشكرا. وإحنا نقول لكم عيدكم مبارك، وشكرا لكم لأنكم متواجدين من أجلنا ومن أجل سلامة المواطنين. لولا وجودكم لكنا في معمعة، يعني الحياة. الحمد لله الحمد لله، الأمن والأمان موجود داخل مدينة تعز، وكل شيء على ما يرام، وانتم تشوفوا جنبكم الحمد لله امن وامان ان شاء الله. وعيدكم مبارك. وعلينا وعليكم الصحه والعافيه، وانت بقى الصحه وعافيه وخير ان شاء الله. ايش نقول لكم؟ لسان تعجز عن تواجدكم، سيبكم اهلكم وناسكم في العيد، وتقوم من اجل تامين الناس. ايش تقول من الرساله؟ اوجه رسالتي ان احنا سنظل اعلي اوفياء لهذا الوطن حتى تحرير البلاد من الميليشيات الحوثيه ان شاء الله. ما دام انتم موجودين بهذه الهمه والتواجد والحضور، نحن واثقين ونام واحنا امنين. من تحب تهني؟ اهني ابي وامي الذين لي 50 لما اشوفهم. 5 سنين. واهني اخواني واخوالي وجميع الشعب اليمني. هو اسرتك وعيالك واهلك مواجد هنا؟ ما شفتهمش بعيد؟ جهالي مواجد هنا داخل المدينه. الحمد لله. اهم حاجه عيدك مبارك كل عام ان شاء الله، وانتم بصحه وعافيه. الشيء المواطنين ينتفضون، يعني هبوا هبة رجل واحد لتحرير المحافظة من هذه الميليشيات. والله العظيم لو بدأوا يد بيد معاكم لكنا كملنا زمان. ولكن نقول لك عيد مبارك لعندكم. الذين نأمن لوجودهم، هؤلاء هم الرجال الذين نقعدهم في كل النقاط من أجل أمننا وسلامتنا. عيدك مبارك كل عام وخير. كل عام وأنت طيب. ما شاء الله عليك، يبان عنك ما أنتش خالص. ها؟ أيوه. نحن في عيد نقدم لهم أطيب التهاني والتبريكات بسبب حلول عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك، ونقول لهم نحن جواركم. ما شاء الله، هذا دليل وجودكم. الناس لما تشوفكم تحس بأمان، إن الدنيا فيها أمان. إن شاء الله. إن شاء الله، وعيدك مبارك كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت طيب. هؤلاء الرجال الذين نرفع بهم رؤوسنا ونقول لهم عيدكم مبارك، متواجدين في النقاط من أجل أمننا وسلامتنا، من أجل المواطن، من أجل أمن محافظة تعز، حتى في العيد وجميع المناسبات تجدهم متواجدين من أجلك أيها المواطن، وعيدكم مبارك. عيدك مبارك، أيامك سعيدة، عيدك مبارك، أيامك سعيدة، في سرور وقبول، في سرور وقبول، تبقى أيامك 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 سعيدة. ونشوف الناس أشكال أجناس في يوم العيد، يا محلى العيد، يا محلى العيد. ونشوف العيد عيد العافية، هذا ما تقوله أبناء محافظة تعز، وخصوصا في هذا الشهر بعد شهر رمضان المبارك. عيدكم مبارك علينا وعليك. إيش اسمك؟ نادر. نادر، هذا بدلة العيد. فين ما أنت قضيت رمضان؟ في الحارة. وين الحارة؟
كنت تلعبوا؟ لا لسه نشتغل. ما تشتغل؟ المصطبخ خالي. ها؟ المصطبخ خالي. قولوا لنا ايش اشتغل؟ ايش البسطة حقك؟ قبابات. قبابات؟ والله انك رجع. وهذه البدلة الان تشتريتها صح؟ لا. ها؟ علي على حساب امي وعلى حسابي. ها ليش ابوك مهلوس؟ الا على حساب امي وعلى حسابي. يعني انت الان جمعت الفلوس لمين وديتيه؟ لمين؟ لابوك. وامي وفانا. وابوك وفاك. اه يعني خالك كان يجيب لك دياس. اه تمام. تحب تعمل انشوده بالعيد؟ سمعت؟ عيدك مبارك. من تهني بالعيد؟ من تهني؟ من تهني؟ ابوك وامك واخوانك؟ كلهم. كلهم تهنيها؟ ها. عيدك مبارك. هنا عليك. كيف العيد؟ الحمد لله. كيف العيد؟ العيد تحسه مليح ولا مش مليح؟ على مليح. وتجي هنا انت ومين انت اصحابك؟ اول على فكره كانت مغلقه اسمها الحديقه. الحديقه اول يوم تفتح. مين اول ما بدات حكايه الحظر؟ انت اول يوم فرحانين صح؟ عقد انت واصحابك. لمن تهني بالعيد؟ لي ولامي وابي واخواني. وانت تحب تهني بالعيد؟ نعم. ايش تقول؟ عيدك مبارك. ايوه. انت الان لقيت انت ومن الحديقه؟ انا وصحابي، انا واخي وصاحبي. اني نبقى تحت لانها كانت مغلقه. وعامل كمامه وغسلت الدفه هناك. ها وتعقنت. شو تلعب يعني؟ ايش تلعب؟ ناوي على لعبه. ها وبالعيد. عيدك مبارك. علينا وعليكم. ما حد يعرف يعني الانشوده من قدام؟ الا انا. انا تعال تعال. انا صوتي يقول لا. انا اعرف. انا اعرف. انت نور الله فجرا، جيت بعد العسر يسرا، ربنا علىك قدرا يا اله الانبياء. انت للوجدان حيا، انت للعينين ضيا، انت عند الحاضريا يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله علينا. عليه الصلاة والسلام. تسلم. يلا زيد الحين الحين صوتك. يلا. وطنية دحين. عن الوطن. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ما دعا لله داع. أيها المفردين جئت في العمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. كل عام وانت بخير. تعال تعال من الكاميرا وراك. انت الان قطع الكاميرا الصديق. ما انت انتبهت ليش؟ انت كيف سمعتها؟ قال كمان صوتك مليح. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات، بالجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. ما شاء الله. يعني انتوا دائما جالسين في المسجد، جلسة الايام تحفظوا صح؟ يلا كيف زيدني منشوده وطنيه معك؟ معانا قرآن. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك فعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. برافو عليكم، عيدكم مبارك وكل عام بخير. كي يقولوا للشاشة عيدكم مبارك؟ عيد مبارك وكل عام بخير. هكذا هي محافظة تعز، أطفالها فرحون ومستبشرون بالعيد مهما كان من حرب وحصار، وإنما الفرحة موجودة وعيدكم مبارك. مبارك، قولي كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا بخير. إيش اسمك؟ عائشة. تدرسي؟ إيش تدرسين؟ أول بس قولي لي من سوالك هذا؟ أمي. حلو. لا شوفي من سوال صورة كيف؟ أمي صلحت لك. والفستان؟ أمي. يلا طيب جيبي لي هذا الجاكيت لي. جيبي له عادي. يلا تعرفي تعملي انشودة؟ ها؟ يلا بيه كيف حالك؟ يلا عيدك مبارك كل عام انتي بخير. انت علينا وعليك. ايش اسمك؟ ملاك. ملاك، البدلة هذه حق من فين اشتريتيها؟ من المدينة. من المدينة لوحدك ولا انت امي؟ انا امي. اه يعني رحتي يوم كامل نطيها كامل ولا على يوم يوم؟ انا على يوم يوم. يوم يوم ولا خضها بعد المليح؟ يا سلام ساعة. ها؟ المنقشة. المنقشة قلت المنقشة صلحها لي. طيب معك انشودة؟ ايش يعني؟ غني اي غنية. ما يلا قولي لي من تهني بالعيد؟ ايش؟ من تهني؟ مش تهني ماما وبابا؟ ايش تقول لهم؟ تقول لهم كل عام وانتم بخير. صح؟ ايش تقول لهم؟ كل عام وانتم بخير يا ماما وبابا. يا ماما وبابا وقدام.
جمعه لما وقلب الحب ملتما العيد له جمعه لما وقلب الحب ملتما على الغلا لازم ودايم على الغلا لازم ودايم هذا هو الحب دشن في محافظة تعز السوق الخيري الرابع المجاني التي تنفذه مؤسسة إنقاذ سنويا ويلامس احتياجات الناس في شهر رمضان وكسوة العيد ومتطلباته. نحن في هذا اليوم نقوم بتدشين السوق الخيري المجاني الرابع الذي يستهدف 2000 أسرة بجميع المواد الغذائية والصحية والحفائض للمعاقين والخضروات. لدينا ما يقارب 6000 قطعة ملابس و 4000 من الأحذية. طبعا كمان عندنا خيمة السلام التي سوف تكون في هذا اليوم معنا حلقة نقاشية الساعة 8 عبارة عن التحديات والصعوبات التي واجهت مدينة تعز. وكان السوق حافلا بالعديد من الأقسام منها الغذائية والملابس. يأتي المستفيد يأخذ احتياجاته بكل سهولة ويسر، ويعتمد السوق على مسح للأسر المستفيدة واحتياجاتها ونوعية احتياجه والكمية التي يحتاجها مع رسم فرحة العيد من خلال كسوة العيد للأطفال. سوق ولكن من نوع آخر، سوق خيري للمجتمعات الفقيرة والأشد فقرا في محافظة تعز والتي تعاني الحرب والحصار والاحتياج. فسوق إنقاذ الخيري الرابع يستمر في عطائه في تعز. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية. عملت منظمة من أبل على مدى شهر رمضان المبارك بالمساهمة ومساعدة أبناء تعز في شهر رمضان المبارك على تنفيذ 4 مشاريع خيرية تلامس احتياج الشهر. وقد وصل الاستفادة في إفطار السائم 5400 وجبة، وكذا 600 طرد غذائي، بالإضافة إلى 1500 طن رز مع 1500 كسوة العيد. فعل خيري لشهر رمضان المبارك. هيومن أبل في تعز تدشن مشاريع الخير الرمضانية، مشاريع إفطار الصائم هذه الوجبات، كما تم تنفيذ سلة غذائية في محافظة مأرب، وكذلك بإذن الله نحن نسعى اليوم لتنفيذ أكثر من مشروع في الصدقات النقدية وكذلك كسوة العيد للأيتام. فنوجه رسالة شكر وتقدير من أرض اليمن السعيدة إلى إخواننا الكرام في هيومن أبل أستراليا على دعمهم السخي لإخوانهم في اليمن. ننفذ مشاريع هيومن أبل أستراليا لإخوانهم في اليمن، ومن هذه المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع زكاة الفطر الذي استفاد من هذا المشروع 1500 أسرة، وأيضا مشروع وجبات إفطار الصائم وقد استفاد من هذا المشروع 5400 شخص، وأيضا مشروع كسوة العيد مع هدايا العيد للأيتام وقد استفاد من هذا المشروع 1080 طفل وطفلة، وأيضا من المشاريع التي تم تنفيذها مشروع توزيع السلال الغذائية وقد استفاد من هذا المشروع 600 أسرة. منظمة هومن أبل في محافظة تعز ساهمت في العديد من المشاريع الخيرية في شهر رمضان. تعز التي تعاني الحرب والحصار وتعاني الحاجة والفقر. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية تعز.